السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. إن شاء الله نبدأ معاكم حلقة جديدة من حل أسئلة اختيار متعدد. هنبدأ النهاردة بإذن الله الفصل الثاني الدرس الأول البروتينات. هنتكلم عن البروتينات وأسئلة تخير من متعدد، وزي ما تعودنا ان احنا بنشرح الاجابات ما بنحلش وخلاص خلاص، ودي تفرق كتير. في حمض رقم واحد، في حمض الفالين ترتبط المجموعات الطرفية بذرة، يا ترى بذرة ايه؟ عندنا بترتبط بذرة ايه؟ الكربون. يبقى المجموعات الطرفية بترتبط بذرة ايه؟ الكربون. يبقى دي عندنا رقم واحد، يبقى واحد هتبقى ألف. نمرة اتنين، اللي مشتركش معانا في قناتنا يشترك في قناة مصطفى رجب خبير العلوم، ونبدأ نضغط على الجرس ونختار الكل عشان يوصل لنا كل جديد والحلقات اللي فاتت ان شاء الله، واي مراجعات تتعمل، وبإذن الله نكتر من اللايكات ونشارك مع زمايلنا عشان الجميع يستفيد. السؤال رقم اتنين، باستخدام الشكل المقابل، اعطيني شكل قدامي، اي الاختيارات الموجودة بالجدول يمكن ان يعبر عن هذا الشكل. انا عندي هنا جزيئات اولية، وديت ايه؟ بوليمر. يبقى جزيئات الاولية اللي قدامي ها بتعبر عن ايه؟ عن سلسلة من السلاسل، يعني النواتج سلسلة عديد البيبتايد، والأونية دي اسمها أحماض أمينية. يبقى أنا عند الاختيار هيبقى رقم ايه؟ باء. يبقى الطرف الأيمن مواد أولية اللي هو الحمض الأميني، بدأ يرتبط مع بعضه عمل لي سلسلة عديد البيبتايد. كلمة عديد بيبتايد يعني أكتر من رابطة ما بين حمض أميني وحمض أميني. رقم ثلاثة، عدد مجموعات الكربوكسايل الحرة في سلسلة عديد بيبتايد مكونة من أربع أحماض أمينية. هو السؤال ده حلو بالمناسبة، مش معمول عليها علامة مستويات عليا، بس سؤال جميل. ليه؟ لأن أي حد ممكن لو مفكرش هيتلخبط. يعني إيه مفكرش هيتلخبط؟ يعني إحنا عندنا عدد مجموعات الكربوكسايل، أنتوا فاكرين مجموعة الأمينة هي كان في طرف COOH والطرف التاني إيه؟ N وH وH. ركزوا بقى كده، لما نيجي نعمل اتصال بحمض اميني ده منظر شكل كروكي، يعني خلاص بنعمل سي او، وهنا ايه؟ الاو اتش اللي بتتاخد مع واحده من دي خلاص، وكان باقي ايه؟ ان اتش 2 وهكذا. المهم هيبقى في وحده بس موجوده من مجموعه الكربوكسايل بتبقى حره. يبقى انا عندي هنا هتبقى عدد مجموعات الكربوكسايل، نفهمها كويس قبل ما نحلها، عدد مجموعات الكربوكسيل الحرة في سلسلة عديد بيبتايد مكون من أربع أحماض أمينية، من 20، من 30، من 40. القاعدة العامة إن بتبقى مجموعة واحدة حرة بس. يبقى أنا عندي رقم ثلاثة هتبقى إيه؟ ألف. نركز يا جماعة في الإجابات. رقم أربعة، إذا علمت أن السكريات الأحادية ترتبط مع بعضها بروابط تسمى روابط جلايكوسيدية، ركزوا كده في السؤال، بفقد جزء مي، فإن تكوين الروابط الجلايكوسيدية يتشابه مع تكوين الروابط البيبتيدية أو الرابطة البيبتيدية في إيه؟ نوع البوليمرات الناتجة عن كل منهما. بوليمرات لا طبعا، نوع المونيمرات التي تربطها الرابطتان، المجموعات الوظيفية التي تدخل في التفاعل، طبعا ما فيش تشابه خالص، هو عاوز يتشابه في ايه؟ النواتج الثانوية في كلا التفاعلين، النواتج الثانوية اللي بتطلع. يبقى ديت رقم ايه؟ اربعة. يبقى عند رقم اربعة هتبقى ايه؟ الف. اربعة هتبقى رقم دال. اربعة هتبقى رقم دال. نيجي السؤال الخامس. سؤال رقم خمسة، تحتاج سلسلة عديد بيبتايد مكونة من 8 أحماض أمينية،
الى نقاط رابطه، بيبتدي شيء طبيعي ان التمانيه هيبقى بينهم ايه 7 رابط، الميه هيبقى بينهم 99 رابط، يبقى في نقص واحده برضو في الايه تكوين الروابط اللي بيبتدي، يبقى رقم 5 هتبقى الاجابه هتبقى جيم، 5 هتبقى جيم. نبص الاشكال اللي قدامنا بقى ديت، في اشكال مختلفه لتكوين البروتينات، واعطينا اسماء الاحماض الامينيه، الينين عاملها لي دايره، فالين عاملها لي مربع، الشكل الايه المعين ده ميسونين. في ضوء ذلك اجب، اعطيني شويه اسئله ونركز، اسئله سهله هي عباره عن تصورات الحاجه اللي قدامنا. يعني ايه تصورات الحاجه؟ بيقول لي هنا يختلف بروتين واحد عن بروتين 3 في الاتي، يا ترى مختلفين في ايه؟ لو ركزنا كويس جدا 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 هنلاقي ما بين 1 و3 هما زي بعض، بس الاختلاف في الترتيب، يعني هنا مربع وهنا ايه شكل المعين، هنا شكل المربع وهنا ايه الدايره، يبقى يختلف في ترتيب الاحماض ايه الامينيه. يبقى انا عندي رقم 6، السؤال الاولاني فيه هتبقى رقم ج. السؤال الثاني، يتشابه بروتين 2 مع بروتين 3، ها الاثنين بيتشابهوا في ايه؟ في نوع الاحماض الامينيه. يعني ايه نوع الاحماض الامينيه؟ 2 و3 ما فيهمش اختلاف، في مربعات، في دوائر، في مستطيلات، اهيات، في ايه؟ يبقى الوقت هنا يختلف بروتين 1 عن بروتين 3، الاختلاف بينهم خلاص قلنا في الترتيب، رقم 2 يتشابه بروتين 2 مع 3 في نوع الاحماض الايه الامينيه، في نوع الاحماض الامينيه. يبقى 2 و3 ما بيتشابهوش بعدد الاحماض الامينيه، لان بروتين 2 اكتر من ايه بروتين 3، مش في ترتيب الاحماض الامينيه خلاص، لان الترتيب مختلف، يبقى في نوع الاحماض الايه الامينيه، نوع الاحماض الامينيه خلاص. يبقى انا عندي رقم 2 يتشابه بروتين 2 مع بروتين 3 في نوع الاحماض الامينيه، يعني رقم ب. رقم 3 ترتيب الاحماض الامينيه في سلسله عديد البيبتايد، رقم 1 هي، نبص كده اللي عطوهم لي في الشكل اللي فوق، رقم 1 الترتيب نقراها كده مع بعض، هنلاقيها فالين، الدوائر اللي هي الايه الفالين اللي هي المربع الاول، لانه بيقول لي في رقم 1، هنلاحظ ان الفالين الاول، بعد كده الانين، فالين، الانين، ميسونين، بصوا كده كويس، في رقم 1 اخرها ميسونين اللي هي الايه المعين الشكل اللي قدامنا. يبقى انا عندي رقم 3 هتبقى ايه؟ رقم 3 هتبقى جيم. حاجات يا جماعة معتمدة ان احنا نبص بس ونقارن ونتابع. ده كان السؤال رقم 6. السؤال رقم 7، اذا افترضنا اضافة، سؤال 7، اذا افترضنا اضافة حمض اميني في سلسلة عديد البيبتايد المكونة لبروتين، فان جميع ما يأتي يحدث ما عدا، تاني، لو افترضنا اضافة حمض اميني في سلسلة عديد البيبتايد المكونة لبروتين، لو ضفنا حمض اميني لسلسلة عديد البيبتايد، فان جميع ما يأتي يحدث ما عدا تغير نوع البروتين، بيحدث لان احنا عايزين الايه المختلفة، زيادة عدد الروابط هتزداد، فقد جزء مية سيتم، اختلاف المجموعة الوظيفية في طرف السلسلة، ده طبعا لا، ده اللي خطأ. يبقى انا عندي رقم 7 هتبقى دال. نفهم السؤال يا جماعة، 7 هتبقى ايه دال. اذا افترضنا استبدال حمض اميني في سلسلة عديد البيبتايد المكونة لبروتين ما بحمض اميني اخر مختلف، فانه ايه اللي هيحصل؟ اذا افترضنا استبدال حمض اميني في سلسلة عديد البيبتايد
مكونه لبروتين ما بحمض اميني اخر، شيء طبيعي يتغير نوع ايه البروتين، لانه بيعتمد على ايه تغير الحمض الاميني. خلاص، ومجموعات الالكيل طبعا. يبقى الوقت هنا 8 هتبقى الف، 8 هتبقى ايه الف. نيجي لتسعة، لتكوين سلسلة عديد ببتايد من ثلاث احماض امينية متشابهة مرتبطة مع بعضها مرات عديدة وبترتيبات متنوعة، فان اقصى عدد لانواع سلاسل عديد الببتايد المتكونة، نحط قاعدة هنا بقى كده، لو الاحماض الامينية متشابهة هتبقى سلسلة ايه واحدة، لو هما تلات احماض امينية متشابهة زي بعض مرتبطة مع بعضها مرات عديدة وبترتيبات متنوعة، فان اقصى عدد لانواع سلاسل عديد الببتايد المتكونة شيء طبيعي تبقى ايه سلسلة واحدة، ونحط دي قاعدة عندنا في الذاكرة. يبقى انا عندي رقم 9 هتبقى ايه الف. 10، اي مما ياتي يدخل في تكوينه عنصر النيتروجين. عنصر النيتروجين احنا عارفين اللي موجود فين، في الغده الدرقيه مش في الكربوهيدرات، التلاته دول كربوهيدرات. يبقى عنصر النيتروجين تبع البروتين، ايه هو البروتين المرتبط اللي هنا؟ السيروكسين. يعني ايه سيروكسين؟ قلنا حمض اميني زائد ايه يود اللي موجود في الغده الدرقيه. يبقى انا عندي رقم 10 هتبقى جيم، رقم 10 هتبقى ايه جيم. نيجي لرقم 11، رقم 11 سؤال حلو وعاوز تفكير بسيط بس فكرته حلو. الشكل البياني، الشكل البياني التالي يوضح نسب العناصر الغذائية في بعض انواع الطعام المختلفة، ادرسه ثم حدد. طبعا الترتيب عندي ده فوسفور، عندي هنا حديد، عندي هنا ايه يود. نركز بقى، اي انواع الاطعمة يساهم في زيادة فعالية عملية تبادل الغازات في دم الانسان؟ تبادل الغازات في دم الانسان يبقى شيء طبيعي اللي فيها ايه حديد اكتر. ايه اللي فيها حديد اكتر؟ رقم 4. يبقى انا عندي رقم 11، 11 رقم واحد فيها هتبقى ايه رقم دال. ليه؟ لان تبادل الغازات بيتم وبيحتاج ايه الى دم الانسان، يعني حديد. اي انواع الاطعمة يساهم بدرجة كبيرة في تكوين بروتين الغدة الدرقية؟ الغدة الدرقية يبقى انا عندي هنا نركز قوي على اليود، اعلاهم هنا اليود، يبقى انا عندي هنا ايه رقم باء. يبقى رقم 2 هتبقى باء اللي فيها اليود. طيب ده السؤال رقم 11. السؤال رقم 12، يساعد اللبن، يساعد اللبن يساعد اللبن على أنسجة، يساعد اللبن على بناء أنسجة الجسم لاحتوائه على. يا ترى اللبن ايه اللي بيخليه يساعد على أنسجة، على بناء أنسجة الجسم لاحتوائه على؟ البروتين اللي فيه اللي هو اسمه ايه الكازين، ملهاش علاقة أملاح معدنية ولا لاكتوز، ده سكر اللبن ملوش علاقة ببناء الأنسجة. خلاص الدهون ملهاش علاقة، الكازين البروتين اللي موجود في اللبن، البروتين اللي موجود في اللبن اسمه ايه الكازين، حمض اميني زائد ايه الكازين اللي بيعمل لنا الجبنة، دي مادة بروتينية معروفة. يبقى عندي رقم 12 هتبقى الف، 12 هتبقى الف. نيجي ل 13، 13 يعتبر اللبن من المصادر السريعة للحصول على الطاقة في الإنسان لاحتوائه على ايه يا ترى؟ السكريات. ايه الجزء السكريات اللي هنا؟ سؤال بصراحة جميل. يعتبر اللبن من المصادر السريعة للحصول السريعة، يبقى بص على حاجة تبع الكربوهيدرات اللي موجودة في اللبن. ما هو اللبن فيه جزء كربوهيدرات، في جزء الكازين اللي هو الايه اللي موجود عندنا، في جزء دهون موجود في اللبن بالمناسبة، خلاص في املاح موجودة في اللبن، كل الكلام ده، بس السريعة مصدر سريع للطاقة يبقى اللاكتوز مباشرة. يبقى انا عندي هنا اللاكتوز رقم ايه جيم. نبص للسؤال تاني، يعتبر اللبن، يعتبر اللبن
من المصادر السريعة للحصول على الطاقة في الإنسان لاحتوائه على يا ترى الايه؟ الكازين، لا ده بروتين، الدهون معروفة، اللاكتوز ده المصدر السريع. يبقى رقم 13 هتبقى ايه؟ جيم. 13 هتبقى ايه؟ جيم. نيجي للسؤال رقم 14. إذا كانت الوجبة الغذائية التي تناولها الإنسان بالأمس تتكون من 300 جرام أرز، 300 جرام لحم أحمر، 50 جرام سمن، 250 جرام عنب، في ضوء ذلك أجب أي المكونات الوجبة، أي مكونات الوجبة بعد ما يكون فيها أكبر قدر من الطاقة في الجرام الواحد؟ سؤال حلو وجميل. يا ترى إيه المكونات اللي ممكن تديني طاقة بعد هضمها؟ حتة حلوة بعد هضمها دي ليه؟ لأن أنا عندي الأرز نشويات وعندي إيه؟ العنب من السكريات. خلاص يبقى أنا عندي الإجابة الأرز، لأن من النشويات التي يتم هضمها، تمام، وما قاليش سريعة، يدينا أكبر قدر من الطاقة، لأن يا إما الأرز يا إما العنب. خلاص طبعا الأرز اللي بإيه؟ بيتم هضمه، خلاص، لأنه بياخد وقت في الهضم، إذن فيه بيديني أكبر قدر من الطاقة لأنه من النشويات. خلاص لكن ما قاليش سريع، مصدر سريع للطاقة كان العنب. خلاص يبقى أنا عندي 14 رقم 1 هتبقى ألف. نيجي رقم 2. رقم 2، أي مكونات الوجبة بعد هضمها يخزن الجسم الفائض منها في العضلات؟ سؤال حلو برضو. إيه اللي إيه يخزن الفائض منها في العضلات؟ أي مكونات الوجبة بعد هضمها يكون فيها أكبر قدر من الطاقة في الجرام الواحد؟ طبعا السؤال الأولاني هتبقى جيم، اللي هي السمنة، لأن قال لي أكبر قدر بعد هضمها، أكبر قدر طبعا الدهون اللي هي السمن. خلاص يبقى رقم 1 هتبقى ايه؟ رقم جيم. نفكر كده كويس، ما يهمش، الأسئلة حلوة بصراحة. طيب أي مكونات الوجبة بعد هضمها يخزن الجسم الفائض منها في العضلات؟ ايه اللي بتخزن منها في العضلات؟ طبعا معروف الايه؟ النشويات. يبقى انا عندي هنا اللي هو الأرز، يبقى رقم 2 هتبقى ايه؟ الأرز. يبقى عندي رقم ألف، والاختلاف جت في 1 و2، ان ديت فيها الارز ألف ودي فيها ايه؟ الارز ألف. رقم 3، اي مكونات الوجبة بعد هضمها ينتقل الى الميتوكوندريا، مباشرة؟ ايه اللي بيوصل وبروح للميتوكوندريا مباشرة؟ طبعا ايه اللي بروح فيهم؟ يا ترى الارز ولا العنب ولا اللحم ولا السمن، اللي هو سكر الجلوكوز، بيوصل اكسدته الى الميتوكوندريا بسرعه. يبقى الوقت هنا عندي العنب اللي هو سكر الجلوكوز هو اللي بيوصل مباشره، يبقى انا عندي رقم 3 هتبقى ايه؟ دال. رقم 3 هتبقى دال. نيجي للسؤال الرابع، اي مكونات الوجبه بعد هضمها تستخدمها خلايا الجسم اولا لإنتاج إيه؟ الطاقة. أي مكونات يستخدمها الجسم لإنتاج الطاقة؟ طبعا بيبقى إيه؟ العنب. اللي هي 4 هتبقى باء. 4 هتبقى باء. خلاص 5، أي مكونات الوجبة بعد هضمها يستخدمها الجسم في تعويض الأنسجة التالفة؟ الأنسجة التالفة يبقى عندي البروتينات. ايه اللي هنا فيها بروتينات؟ اللحم. يبقى انا عندي رقم 5 هتبقى باء. 5 هتبقى باء. السؤال رقم 15، تعرض شخص ما لحادث مما ادى الى حدوث جرح. خلاص عميق بذراعه الايمن، اي مما يلي يجب تناوله في التئام الجروح سريعا؟ ايه اللي ممكن ناكل من الحاجات اللي موجودة ديت وبتعمل التئام الجروح سريعا؟ طبعا عندي اللحوم والبيض، خلاص، اللي هي مواد ايه؟ بروتينية، لان هي اللي بتساعد في التئام الجروح. يبقى ده السؤال رقم 15، اللحوم والبيض، يبقى رقم جيم.
يبقى السؤال 15 هيبقى جيم. نيجي للسؤال 16. سؤال 16 عطينا رموز باستخدام الرموز التالية: جلوكوز حرف جي، حمض أميني، اي كابتل اي كابتل. اي مما يلي يمثل جزء من انزيم البيبسين؟ انزيم البيبسين كله بروتين، كله بروتين، اذا لازم يكون كلها احماض امينيه، مفيش اختلاف، مفيش خلط ايه جي معاه. يبقى انا عندي رقم 16، رقم 16 هيبقى ايه؟ الف. رقم 16 هيبقى ايه؟ الف، لانها كلها احماض امينيه، يبقى مش محتاجه ايه بالنسبه للجلوكوز خالص. نيجي السؤال رقم 17. السؤال 17: تتكون الكربوهيدرات او تتكون كل من الحوافر والقرون، تتكون كل من الحوافر والقرون، تتكون كل من الحوافر والقرون من بروتينات مختلفة، وارجع ذلك الاختلاف الى اختلاف نقط في الوحدات. الاختلاف في اي حاجة في الاحماض الامينية او الحمض الاميني في مجموعة الايه؟ الالقايل. يبقى مجموعة الالقايل رقم 17: تتكون كل من الحوافر والقرون من بروتينات مختلفة، ويرجع ذلك الاختلاف الى اختلاف نقط مجموعة الالقايل. يبقى انا عندي رقم 17 هتبقى ايه؟ باء. 18 في جدول عطهولي بيقول لي أسئلة عليه: أعطيني بروتين وأعطيني دهون وأعطيني إيه؟ كربوهيدرات. طالب مني أسئلة: أي عينة منهم يمكن للجسم أن يحصل منها على أكبر قدر من الطاقة؟ يا ترى واحد ولا اتنين ولا تلاتة وأربعة ولا أربعة؟ أكبر قدر من الطاقة اللي فيها دهون 83%، يبقى رقم 4 خلاص اللي هي فدال. يبقى أنا عندي 18 أول سؤال فيها، واحد هيبقى إيه؟ ها؟ سؤال واحد هيبقى رقم دال اللي هي 4، أكبر قدر من الطاقة. طيب السؤال الثاني: أي عينة منهم يكون لها فرصة أكبر في أن تخزن في الكبد؟ إيه اللي ممكن يتخزن إيه في الكبد؟ خلاص شيء طبيعي اللي فيه تخزين في الكبد اللي هو أكبر قدر ممكن من الكربوهيدرات، يبقى رقم إيه؟ 2. خلاص يبقى الإجابة باء. يبقى رقم 2 هتبقى ايه؟ باء اللي هي رقم 2 اللي هي 83% كربوهيدرات. رقم 3، رقم 3: اي عينة منهم يستفيد منها الجسم بنسبة اكبر في بناء الانسجة بتاعته؟ شيء طبيعي اللي فيها بروتين اكتر، ايهما فيها بروتين؟ هي رقم 1. يبقى رقم 3 هتبقى ايه؟ الاجابة ايه؟ الف. رقم 4: اي عينة منهم قد تكون او قد تكون كمية الطاقة، قد تكون كمية الطاقة الناتجة من الدهون مساوية لكمية الطاقة الناتجة من الكربوهيدرات تقريبا. طبعا ايه اللي تساوي في الدهون والكربوهيدرات تقريبا؟ ممكن تكون رقم 1، لان ايه 9% دهون ممكن تعطي نفس كمية الدهون اللي بتديها ايه 15، لان احنا عارفين ان الدهون بتبقى اكبر في الايه؟ في انتاج الايه؟ الطاقة. يبقى انا عندي رقم 4، رقم 4 هتكون رقم 1، هتكون رقم 1 اللي هي الف. يعني اخر سؤال: يعطي كاشف البيوريت نتيجة ايجابية مع مسحوق بذور الفول ولا مسحوق القمح ولا عصير العنب ولا مسحوق الفول السوداني؟ طبعا بذور الفول بروتينات، عصير العنب سكريات، مسحوق القمح نشويات. يبقى مسحوق الفول السوداني اللي هو رقم ايه؟ باء. يبقى انا عندي رقم 19 هتبقى ايه؟ باء. باء. ده كان اخر حاجة النهاردة في حلقة النهاردة. ما تنسوش الاشتراك معانا في قناتنا اللي ما اشتركش، ونضغط على الجرس ونختار الكل عشان ان شاء الله يوصل لكم كل جديد والمراجعات. مستر مصطفى رجب يحييكم، مدينة دمياط الجديدة ان شاء الله، وعايزين تفاعلات قوية عشان نكمل مع بعض منهج الكيمياء والفيزياء والاحياء اولى ثانوي ان شاء الله. مستر مصطفى رجب يحييكم، مدينة دمياط الجديدة، والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.